في هذا الخطاب الرديء الذي لا يعترف بالواقع، يعني بما يشاهده المواطن العادي، يعني فيه طوابير كبيرة على بعض المواد مثل الحليب، مثل الزيت، حتى يعني في بعض في 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 مدينة من المدن يعني وقعت جريمة قتل يعني على 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 كيس تاع الحليب. يعني هذه ما صارش في أي دولة، يعني بلد بهذه الشساعة، بهذا المساحات الواسعة والقابلة للزراعة، كيف يعني نوصل إلى هذا المستوى تاع الخطاب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يلبي يعني احتياجات المواطن الحقيقية من توفير الوسائل العيش الرغيد والمحترم، يعني كأي دولة حتى في إفريقيا اللي كانت تعيش المجاعة، يعني ما فيهاش هذه، ما موجودش، لا توجد في هذه الأزمات سواء كانت مفتعلة أو حقيقية. احنا إذا كانت مفتعلة فتلك مصيبة أعظم، يعني إذا كانت دولة بكل الأجهزة تاعها وما تقدرش يعني تكتشف عن هؤلاء الذين يضاربون أو يحتكرون هذه السلع، هذا فما هو دورها؟ فلماذا يعني هي في السلطة؟ يعني فلماذا هؤلاء الناس ما زالوا موجودين في السلطة؟ هؤلاء المضاربين وهؤلاء المحتكرين. أما إذا كانت يعني ندرة حقيقية وارتفاع كما قال الوزير، أو أن في ارتفاع للتكاليف النقل، فنحن نسألهم لماذا لم يجتهدوا حتى يعني تكون هذه المواد منتجة داخل التراب الوطني من قبل المواطنين الجزائريين؟ لماذا يلجأ دائما إلى الاستيراد؟ لماذا يعني هذه العقلية تاع يعني كل شيء يعني مستورد من الخارج، يعني يعني هذا تعطيل لقدرات البلد، تعطيل للقوى العاملة فيه، تعطيل لمنظومة الإنتاج، يعني وهذا راجع لسياسات متعددة كلها تهدف إلى كبح المبادرة، كبح يعني المبادئة بالعمل الجاد من أجل يعني الاستثمار الحقيقي المنتج للثروة. وكل الحكومات، كل السلطات في البلاد يعني يعتمدون فقط على هذا، على ما يدخره يعني الخزينة العمومية من مداخل البترول والغاز وغير ذلك، من مواد أولية مصدرة. يعني دولة بحجم الجزائر يعني كانت يعني هي من المفروض هي يعني تستغني ذاتيا في كل المواد الغذائية وغيرها.